لما نعود لفتح الرياض يعني ملفت للنظر انه اللي هاجم قلعة المصمك كانوا اشخاص معدودين، يمكن لا يتعدون 9 اشخاص، كانوا 5 منهم نال سعود ومنهم الملك عبد العزيز واخوه الامير محمد بن عبد الرحمن والبقية، يعني 5 و4 اللي هاجم اللي تعرض لإطلاق النار واللي 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 واللي. فأنا كان دائما في رأي ما عليهم قليل، كانوا 62 شخص أو 63 شخص كل اللي أتوا للرياض، بس لماذا ما اختاروا 5 على الأقل من الناس ثانيين يعني، أو أرسل واحد يعني قالوا الملك عبد العزيز لا يعني ما لازم تخاطب نفسك يعني لا. فكونه شخص يخاطب نفسه ويخاطب أخوه ويخاطب ولد عمه وقريبه، 5 منهم من آل سعود علشان هالإنجاز، هذا يعطي يجعل في عين الناس اللي موجودين حاكم يستحق أنه يحكم.